شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري التابعة لجامعة الدول العربية برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة ومشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعه الدول العربيه لمتابعه تنفيذ قرارات اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول العربيه وقرارات مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري في المسائل والقضايا المتعلقه بمسيره التعاون العربي المشترك